ينضم إلينا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود. أهلا بك دكتور أحمد. يعني الدعوة أصلا مستغربة من أهلا البعض وسهلا أن بك. يدعو يعني رئيس مجلس النواب إلى مثل هذه الدعوة، لم يدعو إلى مثلها منذ انتخابه، والأغرب استجابة يعني المؤسسات صحيح. يعني في مثل هذا الوضع. ما الذي يريده عقيلة صالح في رأيك بعد هذا الاجتماع؟ يعني هي حزمة من الدعم يقدمها رئيس مجلس النواب ويقدمها مجلس النواب بصفة عامة، بحكم أن من شارك اليوم في الاجتماع هو أيضا نائب رئيس مجلس النواب سيد النويري، ولجنة الشؤون المالية وهو داخل المجلس، وهي أيضا لإعطاء دعم لمشروع ميزانية الحكومة. أيضا هناك اللجان الرقابية وهي بالكامل منبثقة من مجلس النواب، يعني لابد أن نعي بأن كل المؤسسات الرقابية سواء صندوق أو سواء جهاز الرقابة أو النائب العام أو ديوان المحاسبة أو حتى مصرف ليبيا المركزي، يعني كلها مؤسسات منبثقة من مجلس النواب. فبالتالي هي بالدرجة الأولى رسالة دعم لحكومة السيد فتحي باشاغا، ورسالة تحذير بعدم التعاطي والتعامل، وهي الرسالة الثانية، مع حكومة السيد دبيبل منتهية الولاية، برغم أن هذا يعني هي رسالة ربما يلوح فيها عقيلة صالح لإعطاء الشرعية دو للمؤسسات الموازية دكتور أحمد. هي ليست مؤسسات موازية، لكون أن مجلس النواب هو من اختار السيد فتحي باشاغا وكلفه بتشكيل حكومة بعد نهاية ولاية حكومة السيد عبد الحميد بيبة، وفقا لتاريخ الاعتماد، لأن مجلس النواب هو الذي اعتمد حكومة السيد بيبة وحدد تاريخ 24 ديسمبر الماضي تاريخ نهاية ولايتها، وبالتالي ذهب إلى اختيار حكومة جديدة. فكل المؤسسات التي تجتمع اليوم في سرت تنبثق شرعيتها، ونتكلم عن المؤسسات الرقابية والحكومة، تنبثق شرعيتها من والمؤسسات السيادية طبعا المالية، نتكلم عن المصرف المركزي، تنبثق شرعيتها من مجلس النواب. الرسالة أيضا دو مستويين، المستوى الأول هي دعم لحكومة السيد فتحي باشاغا، وهي تحذيرية أيضا لهذه المؤسسات بعدم التعاطي مع حكومة دبيبة منتهية الولاية. البعض يفسر نهاية ولاية حكومة دبيبة، الرأي الأول يقول وفقا لاعتماد مجلس النواب وهو تاريخ 24 ديسمبر، والرأي الآخر الذي طيب ينتظره، لكن إلى أي درجة ستكون هذه الرسائل التحذيرية ملزمة دكتور أحمد لي يعني لملمت هذا الشتات الليبي؟ لا، هي خلينا نتكلم، انا تكلمت عن رسالتين، لكن نتكلم عن رساله ثالثه، وهي رساله موجهه للمجتمع الدولي، ان العاصمه طرابلس تحت سيطره الميليشيات، وان هناك مسارين. المسار الاول هي الدخول، وهو محاوله السيد فتحي باشاغا الدخول من العاصمه طرابلس وممارسه حكمه من هناك دون اراقه الدماء. قوبلت عمليه الدخول في المره الاولى والثانيه والثالثه بمواجهه من الميليشيات التي تسيطر على المؤسسات الاقتصاديه والماليه في ليبيا، وبان حكومه فتحي باشاغا ذهبت للخيار الاكثر سلما وهو ان تمارس مهامها من مدينه سرت. ايضا الجميع يؤكد، ولا المقصود الحاضرين، على ان حان الوقت ان ننهي هذه المرحله الانتقاليه وان نجري عمليه التسليم والاستلام حتى تمارس الحكومه مهامها من مدينه سرت. طيب، اهم نقاط عمل الحكومه دكتور احمد حتى نستفيد من وقت اللقاء معك، عفوا المقاطعه، يعني تتركز حول موقف المصرف ليبيا المركزي من صرف الموازنه للحكومه الجديده في حال اقرها البرلمان، ماذا تتوقع؟ لا، أنا طبعا اليوم الرسالة السلبية هي عدم حضور السيد الصديق الكبير، واعتذر بأن لديه مواعيد خارجية. السيد مصطفى صنع الله أيضا بعث وفد يحضر الاجتماع ولكنه لم يحضر نتيجة لارتباط أيضا خارجية، لقاءات في ألمانيا وإسبانيا. بنفس الطريقة السيد خالد شكشك، وهذا يؤكد بأن المؤسسات وأنا الذي كنا نحذر منه منذ فترة طويلة، أن المؤسسات المالية والاقتصادية منقسمة ما بين تبعيتها لحكومة دبيبة والمؤسسات التي حضرت اليوم، وهي تعطي انطباع بأن تبعيتها لمجلس النواب وحكومة السيد فتحي باشاغا. فحتى إذا ما تم اعتمد مجلس النواب الميزانية والتي استحدث لأول مرة، فأن هذه الميزانية لن ترى النور إلا إذا ما وافق سيد صديق كبير على صرف
أموال لهذه الميزانية. والجميع ينتظر أيضا الدخان الأبيض الذي قد يتصاعد من لقاءات القاهرة، خاصة أن الأسبوع القادم سوف يشهد لقاءات في العاصمة المصرية ما بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية. شكرا دكتور أحمد. وبالتالي وأيضا انتظار اختيار مجلس الأمن لمبعوث جديد للأمم المتحدة. الجميع ينتظر نهاية شهر يونيو، لأن سوف يكون الكلمة الفاصلة في شرعية أي من الحكومتين سوف تستمر، هذه حكومة البيب التي انتهت ولايتها، أم حكومة فتح بشاغة، وموقف المجتمع الدولي. سننتظر كل هذه التطورات، وستكون محور لنقاش جديدة. ربما معك أو مع المحللين في الشأن الليبي الدكتور أحمد العبود الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بنغازي، شكرا لك.